السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتبقى اخر محاضرة في محاضرات التروما، وبرضه هتبقى عن المانديبولر تروما. نفكركم بس سريعا باخر جزء في اللكتشر اللي فاتت. التريتمنت اوف مانديبولر فراكتشرز احنا زي ما قلنا بيبقى مينلي ثلاث اختيارات، يا اما كونزرفاتيف مفيش intervention هيتعمل، مجرد follow up، أو هنبقى closed reduction إن احنا هنعالج ال patient بس من غير ما نكشف ال fracture site قدامنا، أو إن احنا نكشف ال fracture عن طريق open reduction ونعمل له internal fixation. طيب إيه اللي يخليني أختار treatment option من ال treatment options اللي احنا عرضناها دي، أو إمتى أختار كل واحدة فيهم؟ في فاكتورز كتيرة جدا بتتحكم في الـ decision making بخصوص الـ mandibular fracture، هنتكلم عنهم بالتفصيل بقى. أول فاكتور هو الـ age of the patient، سواء كان child أو الـ extreme الناحية التانية old age. إيه الـ characteristics of children؟ عندهم flexible bone، فالـ incidence of a complete fracture بيقل، عشان كده زي ما قلنا ممكن يحصل green stick fracture يعني single cortex مكسور والبون in place. تاني حاجة إن عنده developing tooth buds، يعني المانديبل مليان tooth buds صغيرة، فده هيعمل لي مشكلة لو حبيت أستعمل الـ internal fixation، إن ممكن الدريلز او السكروز بتاعتي تعمل دامجنج لل developing tooth buds. حاجة كمان ال deciduous dentition، وجود ال deciduous dentition لوحده بيصعب مسألة ان احنا نعمل ال wiring او ال MMF زي الصور اللي شفناها المرة اللي فاتت، فبنحتاج نعمل modification للوسائل اللي احنا هنستعملها لل closed reduction. حاجة كمان هي ال children بيبقوا uncooperative، فلو حبينا نعمل له وايرنج هيبقى الـ setting of care هيبقى صعب، وهيرفض ان احنا نعمله under local anesthesia. وكمان تخيلوا ان العيان ده اتحط في MMF، يعني المندبل والمجزلة بقه مقفول على بعضه، مش هيبقى cooperative وهيبقى صعب جدا انه يكمل في التريتمنت دي، فلازم هندور على option. حاجة كمان ان الchildren عندهم actively growing mandible، فلو استعملنا plates وscrews في بعض الأحيان ممكن يعمل restriction للمانديبلر growth، فدي كلها factors تخلينا نفكر إيه الاختيارات اللي عندنا. طيب مين اللي قدامنا ده؟ يعني إحنا نقدر نقول إن في أغلب الكيسز إحنا will go with closed reduction. closed reduction زي ما قلنا هنتكلم عنه بالتفصيل في الـ small group teaching، بس لازم نفكر في إيه الوسيلة اللي هنستعملها للـ small group، للـ MMF بما ان لل closed reduction بما اننا مش هنقدر ان احنا نقفل المجزلة والماندبل على بعض في اغلب ال patients، مش كل ال patients. واحدة الوسائل بتبقى مختلفة شوية. بالنسبة لل children لو هو مش green stick fracture هنستعمل تكنيك اسمه circummandibular wiring، هنشوف صورة ليه دلوقتي، و splints برضه هنشوف صورتها مع بعض. طيب لو انا عندي الكوندايلر هيد فراكتشر، لو فاكرين الاكزامبل اللي احنا قلناه اللي هي التشين فول او التشين تروما اللي بيبقى معاها كوندايلر هيد فراكتشر، لازم يبقى عندي كونزرفاتيف تريتمنت واكتيف موبيلايزيشن وكلوز فولو اب، يعني انا مش هعمل له حاجه ولازم يحرك الماندبل بتاعه ولازم اشوف واتاكد ان هو ده. طيب لو انا احتجت، احنا زي ما قلنا ان اغلب التريتمنت موداليتيز هتبقى كلوزد، طب لو انا مضطر ان انا استعمل اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن لسبب او اخر، طيب بنحط البليتس على الانفيرير بوردر اوف ذا ماندبل عشان نحاول نتفادى التوث بادز على قد ما نقدر. وحاجه كمان ان البليتس دي بتتشال بعدها من شهرين لاربع شهور عشان يكون حصل بون هيلينج وما يأثرش وجود البليت على المانديبلر جروث. في بعض البلاد الأغنى شوية
بيستعملوا انواع من البليتس اسمها ريزوربابل بليتس، ان انت ما بتفتحش، ما بتحتاجش تعمل سكند سيرجري عشان تشيل البليتس، هي اوتوماتيكلي بيحصل لها ريزوربشن وبتختفي، بس بتاخد شوية وقت. البليتس دي بتبقى مكلفة جدا وغالية، وفي بلاد كتير حتى من البلاد الغنية يعني ما بقتش مستخدمة ودارجة. يعني ده شكل السبلنت، ده بيبقى واحد من انواع السبلنتس، يعني بيبقى بكل ولينجول للسنان. واما بنعمل له وايرنج بنخلي السبلنت ده زي يحشر الماندبل في النص فيثبته في مكانه throughout the time of treatment اللي احنا محتاجين. لو رحنا للاكستريم التاني بقى اللي هو الاولد ايج اللي اتكلمنا عنه شويه المره اللي فاتت، ايه المشاكل او الكاركترستكس اللي هتقابلنا للبيشنت ده؟ مبدئيا المفروض ان جزء كبير من البوبوليشن هيبقى medically compromised، وفي جزء منهم هيبقى مش fit ان هو يدخل سيرجري، فده هيخلينا نروح اكتر مع الكلوزد ريدكشن من اننا نفيفر الاوبن ريدكشن. حاجه كمان، لو في الاكستريم اولد ايج الاتروفيك ماندبل زي ما قلنا البلاد سبلاي بتاعه بيتغير، بدل ما بيبقى من الانفيرير الفيلر فيسلز بيتغير بيبقى البيريوست الكفرنج بيريوستيوم هو اللي بيدي المين بلاد سبلاي، والانفيرير الفيلر فيسلز دورهم بيقل نتيجه ان بيحصل لهم الكنال بتبتدي تضيق، فالرول اوف blood supply from the inferior alveolar canal بيقل، بيفضل موجود ولكن بصورة أقل. فهنا برضو ده يخليني أفكر 100 مرة قبل ما نكشف البون ده عشان نعمل open reduction، لأن أنا ممكن ألوز blood supply ويحصل bone necrosis. طيب إيه الاختيارات عندنا؟ زي ما قلنا إن في البوبيوليشن ده إحنا we favor closed reduction، فلو إحنا بنتكلم على edentulous patient ف بنعمل سبلنت، نوع من انواع السبلنت اسمه جانينج سبلنت، ان هو كانه دنشر ولكن بيتثبت على الماندبل بشكل ما بالواير زي ما هنشوف في السمول جروب تيتشنج، او بنعمل بيشنت نفس الدنشر بتاعه نستعمله هو كسبلنت لو كان بروبرلي ادابتد، لان دنشر بروبرلي ادابتد معناها ان هو البون مظبوط عليه. فلو انا ثبتت الدنشر في الماندبل معناها ان انا عملت ريدكشن للبون. طيب لو العيان ده كان فولي ايدنشلس وحصل له فراكتشر وجالي، يعني شفته متاخر، حصل ماليونين، حصل الهيلينج للبون في وضع مش مظبوط، ده بيشنت بيبقى الحل بتاعه ابسط في اغلب الاحوال، ان انا ممكن احتاج اعمل له دنشر جديد. هو خلاص هو فولي ايدنشلس مش فارق معاه، مشكلته كلها في الفانكشن، ان الدنشر القديم مش هيركب، ان البون اتغير، هنعمله دنشر جديد وغالبا هيقدر يفانكشن بدون اي مشكله. طب البيشنتس دول لو احتجت ان انا اعمل لهم اوبن ريدكشن، غالبا بنحط البليتس بتاعتنا على الانفيرير بوردر اوف ذا ماندبل، يعني على الماندبل من تحت، يعني في الاطفال كنا بنحط على الانفيرير بوردر بس فروم ذا اوتر سيرفيس، بالنسبه للاكستريم اولد ايج بنحطهم تحت الماندبل عشان ما يعملش انترفيرنس مع الدنشر او البروثيسيس بتاع البيشنت. تاني فاكتور بيحكم التريتمنت بلان اللي انا هختارها هو الميديكال كونديشنز. في بعض البيشنتس ما بقدرش استعمل معاهم الام ام اف، الكلوزد ريدكشن عن طريق الام اف، زي ايه؟ زي الابيليبسي، الابيليبتيك بيشنت خاصة لو كان uncontrolled وارد ان يحصله سيجر في اي وقت، ففي وجود السيجر او في الابيليبتيك اتاك ممكن يبقى فيه سكريشنز كتير في بقه، فان السنان مقفولة على بعض في ام ام اف ده هيصعب ان السكريشنز دي تخرج لبره، فهيخليها محبوسة جوه بقه وممكن يحصل له suffocation. او لو عيانين عندهم جي اي تي بروبلمز اللي هو بيبقى او بريجننت حتى اللي هو بيبقى عندهم continuous او recurrent vomiting، نفس الكلام الفوميتس ده المفروض ان هو بيبقى ejected يخرج بره
السيستم يطلع بره الاورال كافيتي. لو احنا عملنا بلوكج للباثوي بتاعها ايه اللي هيحصل؟ ان هيجي يرجع، بدل ما الفوميتس هتطلع لبره هتتقابل بالسنان وتدخل، ممكن تقفل الاير واي فيحصل له سافوكيشن. او لو عيان سايكولوجيكلي ديستوربد زي ما انتم متخيلين، احنا ام ام اف، تخيل ان انت مضطر انك تقفل بقك ايا كان المده 4 اسابيع 6 اسابيع، فانت محتاج اكوبريتيف بيشنت ان هو يقدر يتحمل حاجه زي دي ويفهم هياكل ازاي ويشرب ازاي. لو عيان سايكولوجيكلي ديستوربد مش هيتقبل حاجه زي دي. احنا صدفتنا كيس زي دي والواحد كان لسه متعين جديد في الجراحه ما عندناش الخبره الكافيه، بيشنت عنده مانديبلر فراكتشر فيري سمبل وان بليس ومحتاج بس كلوزد ريدكشن، فعملنا له ام ام اف بالارش بار وقفلنا بقه. البيشنت مجرد ما قفلنا له بقه دخل في حاله من الهياج الشديد جدا وبالعافيه، يعني هو تقبل، كان معاه افراد من عيلته يعني فهموه ان ده طبيعي وكده، هو كان سايكولوجيكالي ديستورب درجه بسيطه. تاني يوم على طول البيشنت جالنا كل الوايرز موجوده، كل الارش بار متشال، مفيش اي حاجه كاننا ما شفناهوش اصلا. فكان ده غلطه مننا، ده رونج سيلكشن اوف تريتمنت اوبشن. ده شكل الارش بار، تخيلوا ان هو محطوط وبقكو مقفول، فانت لازم كوبريتيف بيشنت وحالته الصحيه تسمح ان نستعمل التكنيك ده. فاكتور كمان هو الفراكتشر سايت، الفراكتشر ده موجود فين في الماندبل وهل اقدر اعمله اوبن ريدكشن ولا لا. كوندايلر هيد فراكتشرز اللي هي في الاكتشوال هيد اوف ذا ماندبل ما بنقدرش، بيبقى صعب جدا ان احنا نستعمل اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. ليه؟ عشان السبيس ليميتد ما بنقدرش نحط فيه سكروز كتير، بلس الاكسس للمكان ده ضيق. وحاجه كمان ان لو كان يونج ايج بيبقى الكانسلس كونتنت اكتر من الكورتيكال كونتنت اوف ذا هيد، فبيحصل حاجه اسمها كوندايلر شاترنج، ان الكوندايل نفسها بتتفتفت جوه الكبسول، فما عندناش حاجه نثبتها بسكروز او بليتس، كلها فتافيت صغيره جدا. فاللي بيحصل ان هنا زي ما قلنا قبل كده كلوزد ريدكشن، احنا مش هنعمل حاجه ولكن هنعمل اكتف موبيلايزيشن وذ جايدنس، ان انا دايما العيان يستعمل الماندبل يفتح ويقفل عشان ما يحصلش انكلوزز. وحاجة كمان ممكن احتاج ان انا احط له الاستكس او اعلمه ازاي يوجه الماندبل بتاعته عشان يتحرك بشكل مظبوط ميبقاش فيه افكشن. وبعد كده with follow up بنكتشف ان بيحصل healing وremodeling للكوندايل والعيان بيفانكشن fully normal بدون مشاكل. رابع فاكتور عندنا هو number of fractures. اغلب الاحوال لو الماندبل كان مكسور في اكتر من مكان هنحتاج ان احنا at least نثبت جزء منهم، يعني مثلا لو 2 fractures ممكن ان انا احتاج اثبت واحد واسيب التاني بكلوزد ريدكشن. يعني في الاكزامبل بتاع الكوندايلر فراكتشر مع بادي اللي هو العيان اللي اتضرب ببوكس وعنده بادي فراكتشر وكوندايل فراكتشر في الناحيه الثانيه، الكوندايلر فراكتشر هيحتاج ان يتعمل له اكتف موبيلايزيشن. طيب الاكتف موبيلايزيشن ده هيأثر على البادي فراكتشر، هيخلي ان هو يتحرك، فبنعمل ايه؟ بنثبت البادي فراكتشر عشان العيان يقدر انه يفانكشن ويشغل الكوندايلر فراكتشر. فاكتورز تانية عندنا هي زي كنا جبنا سيرتها المرة اللي فاتت في الفيفوربل والانفيفوربل فراكتشرز لو انتوا فاكرين، هي الديسبليسمنت. لو الفراكتشر كان displaced يعني البون مش ان كونتاكت نتيجة بقى الماسل بول نتيجة الماجنتيود اوف تروما نفسها كسرت البون وحركته، هل لو ما عنديش بوني كونتاكت هقدر ان انا اعمل closed reduction؟ اكيد لا، مش هقدر ان انا اعمل closed reduction بما ان البون مفيش كونتاكت مش هيحصل healing. هنا هبقى قدامي اختيار من اتنين،
ان انا I'll go for open reduction، ان انا ارجع بنفسي البوني فراجمنتس لمكانها. وفي بعض الاحيان ممكن لو انا عندي accurate occlusion، occlusion repeatable الى حد ما، بنعمل elastic traction، يعني بنحط الارش بار زي ما انتم شفتوه وبنحط عليه elastics تشد ال displaced fragment لمكانها. once انها رجعت لمكانها بنعمل لها fixation بوايرز. طيب لو العيان ده ما عندوش occlusion وما اقدرش استعمل الelastic traction، يبقى انا ما عنديش اختيار غير الopen reduction and internal fixation. دي صورة الelastic traction، ارش بار في مكانه بس مش مقفول بوايرز عشان لسه الoclusion مش stable نتيجة الdisplacement، فبيتحط الelastics عشان تقفل الجابنج اللي ما بين السنان دي. وونس ان العيان رجع للاوكلوجن غالبا بياخد له يومين ثلاثة بالكتير، بنشيل الالاستكس وبنقفل بوايرز على الاوكلوجن اللي احنا وصلنا له. دي صورة عيان عنده displaced، عنده fracture وبس ما عندوش الاوكلوجن زي ما انتم شايفين، very poor oral hygiene, very bad occlusion. بما ان الجولد ستاندرد اوف كلوز ريدكشن هو الارش بار، انا مش هقدر اعمل ارش بار لبيشنت بمنظر الاوكلوجن ده، فبنلجأ لحل مختلف، هو ان احنا بنعمل له دايركت وايرنج بدل الارش بار. هناخد الانواع دي كلها بعد كده لغايه ما العيان ده دخل واتعمل له اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. ده شكل displaced fracture اللي هي الـ unfavorable fracture اللي قلنا عليه في المحاضرة اللي فاتت. سابع فاكتور عندنا وده مهم، لو المانديبولر fracture ده كان associated مع other fractures of the facial skeleton أو بنسميها الـ pan facial trauma. طيب في الحالة دي الـ patient ما عندوش إحنا ما عندناش اختيارات غير إن إحنا نستعمل open reduction للعيان ده. ليه انا مضطر استعمل open reduction؟ عشان الماندبل بالاوكلوجن اللي guided by the mandible هو الفاونديشن اللي احنا هنبني عليها بقيه الفيشيال سكيلتون. بمعنى انا دلوقتي هستابيلايز الماندبل وهرجعه into proper position وفورم. عن طريق الاوكلوجن هقدر ان انا اظبط عليها المجزله. تخيلوا ان انا الماندبل مكسور ومش مظبوط والمجزله مكسوره ومش مظبوطه هي كمان. طيب ازاي هقدر اظبط الاثنين دول؟ لازم الاقي جايدنس، فغالبا واحده من اشهر الطرق ان احنا going from downward to upwards، ببتدي ببون اقدر ان انا اجمعها بسهوله غالبا بيبقى الماندبل، فبحطه in proper form وبثبته باوبن ريدكشن، وبعد كده على اساس الاوكلوجن، تاني ده شرط ان انا عندي اوكلوجن، اقدر استابيلايز و ارجع المجزله لشكلها guided by the corrected mandible. اخر حاجه عندنا هي بوينت مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها في المانديبولر فراكتشر. ايه هي بقى؟ احنا عندنا المانديبل is a teeth bearing bone. وجود السنان معناه ايه؟ معناه ان المكان اللي فيه السنة ده فيه كمية بون اقل، طبيعي جدا. فوجود البون الاقل ده بيخلي ان الفراكتشرز بتفيفر انها تحصل في الاماكن اللي فيها سنين، دي بتبقى زي ويك بوينتس، زي الصورة اللي قدامكم فيها فراكتشر ريليتد للرايت ويزدم توث، وهنا اللفت ويزدم توث والسنة نفسها مكسورة. فاحنا دايما بنفكر، هل السؤال المهم اللي لازم نبقى عارفين اجابته، هل التوث ان ذا فراكتشر لاين تتشال ولا تتساب؟ لازم نعرف في الحالات اللي زي دي الديسيجن هيبقى ليه اختار ان انا اشيل السنه او ان انا اسيبها ان ذا فراكتشر لاين. هنا ده برضو كان في امباكتد توث مكان اللفت انجل فراكتشر، وحد قرر ان هو احنا محتاجين نشيلها فحاول يشيلها. اللي حصل ان كانت ان displaced fracture، نتيجة الفورس المستخدمة during extraction حصل displacement، وفي نفس الوقت
التروث نفسها حصل لها displacement وراحت في مكان تاني لأن البوني أناتومي ما كانش مظبوط. Shall we extract or keep the teeth involved؟ هنا عندنا شوية points to note ولازم نبقى عارفينها وهي دي اللي هتحكم الديسيجن بتاعي. Teeth in the line of fracture are extracted when impeding fracture reduction. يعني ايه؟ يعني انا عندي tooth موجودة وسليمة ولكن الفراكتشر لاين معدي في الالفيولار بروسس بتاعها وهي متحرك، فلما نيجي نعمل مانوال ريدكشن السنة دي متحركة من مكانها ومنع ان البون يحصل له proper alignment وريدكشن. نجرب مرة اتنين تلاتة مش نافع، يبقى عشان اقدر ارجع البون into proper anatomical location لازم هعمل tooth extraction. سبب تاني يخليني اعمل extraction هي وجود infection، سنة necrotic وبقالها كتير وفيها periapical abscess حواليها زي السنان اللي هي كانت remaining roots في الصورة اللي شفناها دي. لو كان الفراكتشر لاين معدي فيها غالبا لازم هعمل لهم اكستراكشن. ليه؟ لان انا محتاج في السايت اوف فراكتشر يحصل بون هيلينج. البون هيلينج مستحيل يحصل لو في انفكشن لان الباس اصلا بيعمل بون ريزوربشن، فيبقى انا اوريدي عندي فراكتشر وعايز يكون بون وهسيب مكان فيه انفكشن وباس مستحيل هيحصل هيلينج. حاجه كمان برضو زي الانفكشن لو هي advanced periodontal disease سنة grade 3 mobility وفي الفراكتشر سايت بس هي in occlusion. ال grade 3 mobility دي بيبقى كأنها بتعمل pumping للبكتيريا والانفكشن، هي عمالة بتتحرك وبتاخد بكتيريا من oral cavity تدخلها جوه والperiodontal disease بيكمل، فبرضه مستحيل ان انا اوصل ل uninfected site ويحصل bone healing، هيبقى صعب جدا فلازم اعمل لها extraction. او لو زي الصورة اللي شفناها عرضناها من شوية في الفيديو ان التوث فراكتشر، يعني الفراكتشر في الصورة اللي عرضناها كان معدي وكاسر اللور 8 لتو فراجمنتس ميزيل وديستل. السنة دي بيوند ريبير ووجودها معناها انها تبقى نيكروتيك وسايت اوف انفكشن، يبقى دي لازم هتتشال ريجاردلس اوف ذا سيتويشن، لازم هشيلها عشان اقدر اعمل ووند هيلينج، يحصل بون هيلينج في المكان ده. كنت اقرر ان انا اقدر ابريزيرف ذس توث وبعد كده اعمل لها اسسمنت بعد كده، هنعكس بقى الكونديشنز اللي فات ان السنه مش انفكتد ومش عامله لي انترفيرنس للفراكتشر ريدكشن، يعني هي في مكانها والبون ريمودلد ومفيش مشكله فيه خالص، خلاص يبقى هنقدر نسيبها. او لو كانت سنه امباكتد زي في اول صوره خالص في الانجل فراكتشر، يبقى انا عشان اشيلها محتاج ان انا اشيل بون زياده وعشان اخرجها، فانا بعمل ويكنينج للبون اكتر اللي هو اصلا مكسور، فانا بصعب عمليه البون هيلينج في الفراكتشر ده وممكن اخلي يحصل ديسبيسمنت زي ما شفنا. او لو كانت التوث دي كروشال، يعني طبعا ستيبل ومش مكسوره ومش انفكتد ومهمه فور ذا استابليشمنت اوف اوكلوجن، يعني في بعض البيشنتس هيجي لك عنده missing premolars ومولرز وفاضل له مثلا lower 6 بس هو اللي موجود وهو اللي عامل لك guidance للاوكلوجن والفراكتشر جاي في معدي في السايت اوف ذا lower first molar. طيب في الحاله زي دي لو انا خلعت ال 6 I lose any guidance for occlusion، فبحتاج ان انا اسيبه وعشان هو اللي عامل لي guidance للاوكلوجن، يبقى دي الانديكيشنز او امتى اقدر ان انا اسيب او اعمل اكستراكشن للتوث المعد في الفراكتشر سايت. وطبعا كل كيس ليها الوضع الخاص بتاعها اللي بنقيمها على اساسه. دي كانت اخر محاضرة وبقية التوبيك هيبقى ديسكاست في المدرج ان شاء الله. شكرا.